أكد رئيس الوزراء بشري الخصاون ضرورة اعتماد مقاربات لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة لأي طارئ، إضافة إلى تطبيق كودات البناء الوطني على كل المنشآت المقامة في المملكة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس البناء الوطني بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية لإقرار مسودات كودات البناء المرتبطة بالتغير المناخي. وأضاف الخصاون بأن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه دول الإقليم تقلبات مناخية وكوارث طبيعية. حيث قام مجلس البناء الوطني بإصدار 65 كودة في مختلف المجالات الهندسية، ومنها كودة الزلازل التي تتضمن المتطلبات الفنية الواجب تنفيذها لحماية المنشآت من أخطار الزلازل، وقد تضمنت الخارطة المحدثة لشدة الخطر الزلزالي بالمملكة، وذلك بناء على دراسات فنية وحسب البعد عن فالق البحر الميت والذي شهد على مر العقود وقوع بعض الزلازل، والتي حدثت في مناطق دامية في عام 1927 والبحر الميت والعقبة عام 1995، الأمر الذي يحتم تطبيق هذه المعايير الخاصة بالزلازل لضمان عدم تضرر هذه المنشآت عند حدوثها لا سمح الله. من عمان أرحب بنقيب المهندسين سعادة المهندس أحمد سمارة الزعبي، أهلا ومرحبا بك معنا مهندس أحمد. وسأبدأ معك بتعريف لنشرح للمشاهدين ما معنى كودات البناء فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي والزلازل. أولا مساء الخير إليكم، مساء الخير للإخوة المشاهدين. اجتماعنا اليوم كان من أهم الاجتماعات اللي تم عقدها في مجلس البناء الوطني، واللي شرفنا فيها دولة رئيس الوزراء اليوم لرعاية هذا اللقاء. اليوم تم مناقشة الكودات، عدد كبير من الكودات، وتم إقرارها اللي لها علاقة بالتغير المناخي. اليوم صادقنا على كودة الهيدرولوجي اللي هي اللي بدها تتصدى لعمليات الفيضانات المطرية اللي اجتاحت المملكة بالآونة في الفترات الأخيرة، ونحن شايفين شو اللي صار بدول العربية مثل ليبيا واللي صار باليونان. الكودة الأخرى كانت كودة المستشفيات الخضراء الجرين بيلدينج، وكودة العزل الحراري، كودات الطاقة الموفرة للطاقة، وكودات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على كودة الوقاية من الحريق وكودة المباني المقاومة للزلازل. أولا إحنا بنفخر بالأردن أنه بأمانة لدينا من الفرق الفنية ومن المهندسين الأكفاء القادرين على وضع الأسس التصميمية بكل هذه العناوين اللي تم ذكرها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الكثير من الكودات الأردنية تم المصادقة عليها من قبل وزراء الإسكان والأشغال العرب لاعتبارها كودات عربية على صعيد الوطن العربي. أهمية هذه الكودات أنها تجود المنتج، وبالتالي عندما نصمم الأبنية والبنية التحتية نصممها على أسس مدروسة كاملة، بحيث نتلافى كل المخاطر التي تنشأ من عوامل التغير المناخي، سواء هذا التغير ناتج عن الهطولات المطرية أو الومضات المطرية المفاجئة أو الزلازل. احنا اليوم معنى كبير ان يعقد هذا الاجتماع في البحر الميت، اللي هو بالنسبه لنا هي المناطق الخطر الزلزاليه، حفره الانهدام الممتده من الشمال وحتى العقبه. هاي المنطقه شهدت زلازل مثل ما تحدث دوله رئيس الوزراء عام 1927 و1995، واحنا اليوم في مرحله صادقنا على الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه للاستجابه للزلازل، والان بالخطه التنفيذيه عندنا تمرين تعبوي يوم الاحد والاثنين والثلاث والاربعاء القادم، وراح اللي هو درب الامان ثلاثه. كودة الزلازل اللي تم صدقنا عليها بناء على تحديث الخريطه الزلزاليه في المملكه، وبناء عليه تم تطبيق الكود اعتبارا من 1/1/2023. نتحدث عن هذه الكود المهم فيما يتعلق بالكود المتعلق بالزلازل مهندس احمد، ونتحدث عن إمكانية التطبيق. إلى ماذا نحتاج تحديدا؟ هل هناك عوائق لتطبيق مثل هذه الكودات في عمليات البناء، سواء تشمل السكنية أو التجارية أو المنشآت الكبيرة؟ وإلى أي مدى فعليا هذا الكود مستخدم منذ فترة؟ وهل نحتاج إلى إعادة التقييم للأبنية التي تستخدم هذه الكودات؟ اولا احنا يعني في الاردن نطبق كودة الزلازل منذ عام 1995،
وطرأ عليها تحديثين. آخر تحديث كان في عام 2012، الآن التحديث الجديد اللي هو بدأ العمل فيه اعتبارا من 1/1/2023 كل الأبنية العامة والأبنية السكنية تطبق عليها الزلازل، ونسبة تنفيذ المخططات الهندسية نسبة عالية جدا، وهناك في رقابة في لجان رقابية من مجلس البناء الوطني اللي بتلف على المشاريع، بالإضافة للجان نقابة المهندسين وأمانة عمان الكبرى. كثير من المباني عندنا مصممة على الزلازل، وإحنا الكود بصمم على لغاية 6.2 على مقياس ريختر، يعني إحنا التصميمات اللي موجودة عندنا واللي هو الرقم الأعلى المتوقع حدوثه لا سمح الله في منطقتنا. نعم. هل هو إجباري مهندس أحمد؟ نعم هو إجباري ويجب تنفيذه وينفذ، وهناك رقابة شديدة على تنفيذه. لا يعني أن الرقابة مطبقة بنسبة 100% والتنفيذ 100%، لكن غالبية الأبنية يتم تنفيذها على الزلازل. طيب الآن الأبنية التي شيدت وأقيمت قبل أن يتم اعتماد كودات الزلازل في المملكة، هل هناك خطة لإعادة النظر فيها من ناحية إعادة الترميم أو حتى دراستها بشكل أكبر؟ لأنه البعض ينظر إلى الأبنية القديمة قبل تطبيق كودات المنازل أو التي مر على تطبيق كودات المنازل الزلازل فيها سنين، وبالتالي هل يمكن إعادة النظر في هذه الأبنية؟ اولا خلينا ناخذ بشكل عام ان الابنيه التاريخيه والابنيه الرومانيه والابنيه الاغريقيه اللي صار لها الاف السنين ورغم حدوث عشرات الزلازل لا زالت صامده لغايه اليوم، لا يعني اي مبنى قديم ان هذا المبنى غير مقاوم للزلازل، خلينا نتفق على هاي الظاهره. اثنين، هناك الاف القرى في اوروبا من القرى القديمه جدا اللي مر عليها مئات السنين واللي مر عليها العديد من الزلازل والهزات الأرضية ولا زالت صامدة إلى اليوم. هلا بنيجي للأردن، إحنا الأردن بلد حديث، يعني أبنيتنا إحنا كلها ما يعني كانت ما بعد 1800 تحديدا، بتحدث عن العاصمة، كل الأبنية اللي بالأربعينات وبالخمسينات اللي موجودة بالأردن مر عليها أيضا زلازل وصمدت هذه الأبنية. هلا إحنا بنتعاطى مع نوعين من المباني، اللي بده يعمل أي إضافة على أي مبنى قائم من الأبنية اللي انتهى عمرها الافتراضي ومضى عليها أكثر من 50 عاما، نعم نطلب منه دراسة إنشائية لتأهيل هذا المبنى، وإذا تطلب الأمر إجراء بعض الإضافات والجدران والتقويات لتحمل البناء الجديد، يقوم المكتب الهندسي بإجراء المخططات اللازمة والتصميمات اللازمة لتأهيل هذا المبنى لتحمل طوابق إضافية. أما الأبنية القديمة اللي موجودة مثلا يقول في منطقة الجوفة في منطقة النزهة أو المباني القديمة، هناك لجان كشف على هذه المباني، وأعتقد أن هناك خطة وطنية لترقيم هذه المباني وتحديد مدى الخطورة وتوزيع هذه المناطق بالمصطلح اللي احنا سميناه البؤر الساخنة، إنه نسلط عليها ضوء حتى في حالة حدوث الزلزال كيفية التعاطي. نهاية مهندس أحمد، ما الجديد في هذا الاجتماع الذي يمكن إضافته بالنظر إلى التطور في عمليات البناء وأيضا مقارنة بأيضا تطورات متسارعة فيما يتعلق بالتغير المناخي سواء من الزلازل أو الظواهر الطبيعية الأخرى التي تعصف بالمنطقة وتحديدا منطقة الشرق الأوسط بعد التحذيرات أيضا الأخيرة للأمم المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط أيضا معرضة لمثل هذه الظواهر الطبيعية نظرا لتغير المناخ؟ ما الجديد الذي يمكن الحديث عنه من هذا الاجتماع؟ آلية التطبيق هل ستختلف؟ هل هناك آلية جديدة يمكن التعامل معها في المرحلة القادمة؟ نعم، اليوم كان على جدول أعمالنا يعني العديد من النقاط. اليوم ناقشنا مثلا نتائج التقارير اللي قامت فيها اللجان التفتيش الرقابية واللجنة الفنية الإنشائية العليا والتوصيات اللي طرأت عليها. اليوم ناقشنا أيضا المخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار في المملكة والتوصيات في هذا الإطار. اقترحنا انه يكون في عندنا اجراءات جديده وتعليمات جديده لتصديق العقود الانشائيه تحديدا في القطاع الخاص، لانه الرقابه اعتقد في القطاع العام اعلى من القطاع الخاص في العقود. قدمنا مقترح لتعديل قانون مجلس البناء الوطني بما يستوعب التغيرات. اطلقنا الكودات الوطنيه اللي هم ذكرناها اللي لها علاقة بالتغير المناخي وبالإجمال اللي هو عرضنا إنه شو بدنا نعمل بالمرحلة القادمة. يعني بالمرحلة القادمة عم نتحدث أيضا عن 3 كودات جديدة راح يتم العمل عليها، اللي هو كود اللي له علاقة بمناعة المدن وصمود المدن واستجابتها للتحديات، سواء كانت هذه التحديات لها علاقة بالمطر
بالمياه، بالزلازل، بالحرائق أو بالتلوث الكيميائي. نعم. كيف المدينة تستطيع أن تصدي لهذه النقطة؟ تحدثنا عن استطلاع الموقع والعوامل الإضافية التي يجب أن تضاف لدراسات استطلاع الموقع وتجهيز هذا الموقع وتقديم المعلومات الفيزيائية والكيميائية الدقيقة للمصمم الإنشائي. وتحدثنا أيضا كيفية التركيز على تطبيق كودات الزلازل. أشكرك. وتأهيل نعم. عدد كبير جدا من المهندسين الأردنيين للتعامل مع تقييم المباني ما قبل حدوث الكارثة، أثناء حدوث الكارثة، وما بعد حدوث الكارثة. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة معنا من عمان. كنت معنا نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، شكرا لك.